Sia la tua. يبدو أن السكيدة تحظى في الآونة الأخيرة في نخبة ذهبية للمسؤولية. مرحبا الشيخ عبد الله. كثيرا لكل الاطارات ولايه سكينه في جميع المجالات اللي حضرت لي لهذا التكريم. هذا كانوا اساتذه مهندسين مسؤولين على رئيس المجلس الشعبي الولائي ومتلهم كثيرا على هذه اللفته الشخصي ونوعدهم نوعدهم هما التفتوا ليا وانا سالتفت باستمرار للثقافه. الثقافه اي هذا التكريم انا اعتبره مش تكريم ليا فقط، هو تكريم كذلك للثقافه وللفن. اشكر كل الاصدقاء كل المثقفين اللي حضروا اليوم في اللقاء هذا، واشكر كذلك المبادرين بالمقهى الثقافي.